هرحب بحضراتكم في اخر فقره قبل السوشيال ميديا يعني، وهنتكلم في الفقره دي عن شقين مهمين جدا. الاول اهميه هنا استاد القاهره، ونتكلم كونه واحد من افضل الملاعب في الشرق الاوسط، كمان كيفيه استثماره. والشق الثاني هنتكلم عن دور صندوق هنا التمويل خاص بالاهلي في رعايه النشء والشباب. يمكن انا وكريم اثرنا الموضوع ده في حلقه امس، فمهم جدا ان احنا كمان نتكلم النهارده ان شاء الله في تفاصيل اكتر. معانا ضيفنا العزيز الاستاذ عمر بلبع، عضو مجلس اداره استاد القاهره وصندوق التمويل في الاهلي. اهلا بحضرتك، او صندوق تمويل الاهلي. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الفل على حضرتك، سعداء ومتشرفين بوجودك معانا. شرف، ويعني سعيد جدا بتواجدي في قناه الاهلي، لان انا جذوري اهلاويه جدا يعني. جميل، سعداء بوجودك يا فندم. تعالى نستاذنك كده في الاول، يعني حتى بحسب ترتيب التايتل، نتكلم في البدايه لو تسمح لنا عن استاد القاهره وقيمته وتاريخه، ومقارنه سريعه بينه وبين الاستادات برضو العريقه في منطقه الشرق الاوسط. الاول بس يعني عشان يهمني جدا تقديم التهنئه والمباركه للنادي الاهلي على الانجازات اللي احنا متعودين عليها ومش هنقبل غيرها. جمهور الاهلي اتربى طول عمره على ان الاهلي بطل مصر وبطل افريقيا، ولا يقبل الهزيمه، ولا يعني بنلعب دايما على الفوز من اول جميع الالعاب مش بس الكوره. وطبعا ده نتاج مجهود جامد جدا لمجلس الاداره واستقرار عبر التاريخ في مجالس اداره النادي الاهلي. دايما ليها مدرسه وفن اداري، يعني اعتقد ان هو مميز جدا على مستوى مصر وعلى يمكن مستوى الشرق الاوسط. صحيح. طيب فيما يتعلق بقى باستاد القاهره. استاد القاهره يعني كل الناس من واحنا صغيرين بنعتقد ان استاد القاهره هو الكوره، يعني رايح اشوف الماتش في الاستاد، جاي من الاستاد. صحيح. هو استاد القاهره يعني اشمل من كده بكتير. استاد القاهره يعتبر مدينه رياضيه. استاد القاهره على مساحه 1,000,000 متر مربع، يعني شوارع من صلاح سالم، يعني مساحته كبيره جدا جدا. هو مش بس استاد القاهره، طبعا هو اللي عليه الفوكس اكتر او الناس مشدوده عشان الكوره لعبه شعبيه، لكن استاد القاهره في مجمع صالات، في مضمار الدراجات دي حاجه حديثه جدا، في مجمع سباحه، مجمع سكواش، فروسيه، يعني هو مدينه رياضيه متكامله. ف عشان بس الناس من واحنا كل الناس يقول لك رايح اشوف ماتش في الاستاد، فالناس في كتير قوي ارتبط فكرهم في كلمه استاد ان هو استاد كوره. هو مش هو بيضم كل الالعاب. بس دايما يعني كلمه لما كوره رايح الاستاد جاي من الاستاد، هو ملعب الكوره جزء من الاستاد، هو استاد كره القدم يعني. ويمكن دلوقتي احنا شايفين كمان الانشاءات والتطوير اللي حصل مؤخرا فيه، فلو حضرتك برضو اتكلمنا عنه. هو الاستاد طبعا في يعني عايز برضه انوه ان سياده الرئيس تدخل بصفه قويه جدا يمكن غير مسبوقه، ان الاستاد بقى هيئه اقتصاديه مش هيئه خدميه، ودي اول مره في تاريخ هيئات رياضيه بحجم الاستاد. بمعنى ايه يا فندم؟ يعني هيئه اقتصاديه يعني بمعنى ان هي بتصب في خدمه الاقتصاد المصري طبعا بشكل عام، مش بس في الشق الرياضي يعني. وان هو نخف عن كاهل الدوله في الصرف على المنشات الرياضيه والاستاد، بحيث ان احنا نشوف ايه القنوات الاستثماريه او ازاي نقدر نستثمر هذا المنشا الكبير الضخم اللي ليه سمعه عالميه وسمعه افريقيه، وان هو في مكانه فيري برايم لوكيشن، مكانه في وسط البلد، مدينه مدينه يحقق ارباح بقى، يحقق ارباح، يصرف على نفسه، بحيث ان هو ده النهج اللي هو المفروض كل قطاع يتخذه، بحيث ان الدوله تتجه للمشروعات القوميه الثانيه، او يقدر الاستاد. اصل الاستثمار الرياضي دلوقتي استثمار موازي جدا وقوي جدا، ممكن يدخل دخل للدوله يمكن كان غائب بشكل حقيقي، بس مع التطورات والاهتمام بالمنشات الرياضيه والعاصمه الاداريه الجديده يعني وده نهج فعلا موجود في دول كتيره. استادات شفناها يعني في العالم كله موجود، ويبقى فيه كمان استثمار داخل الاستاد نفسه خلال الكافيهات والحاجات اللي زي كده والخدمات اللي بتقدم. طبعا، بس هو يمكن يميزنا في مصر الاستادات بره، اكيد حضراتكم سافرتوا تلاقي الاستاد هناك استاد كوره بس. يعني برشلونه، ريال مدريد، ليفربول، وات ايفر، يعني اي بتاع تلاقي الملعب ملعب كوره بس، مش هتلاقي جنبه مجمع صالات ولا سباحه وبتاع. بلاد قليله قوي اللي عندهم حتى مش بحجم الاستاد، يعني يمكن ما تجيش ربعه. لكن عموما تحقيق الارباح يا استاذ عمر هيجي من خلال يعني استضافه الاستاد لفعاليات واحداث رياضيه مختلفه، ولا هيجي من خلال استئجار القطاع الخاص للملاعب المتاحه من خلال الاستاد؟ هو في قنوات كثيره جدا في الاستاد. اولا هي قائمه، زي ما شفنا نجاحات في البطوله الافريقيه السابقه، طبعا كانت ليها صدى جامد جدا، والاستاد سوق عن نفسه عن طريق الجمهور اللي شافه، سواء حضر الماتشات او عن طريق
السوشيال ميديا هو الحقيقه اسمه لوحده عنصر جذب كافي يعني. وهنشوف نجاحات اخرى في القريب العاجل في بطوله العالم مونديال كره اليد في يناير. كنت لسه هقول لحضرتك بالمناسبه ايه اخر الاخبار الاستعدادات؟ الناس هتتخض ومش يعني هتفتكر ان البطوله دي هي بطوله عالم، ففعلا فاحنا لازم نكون قدها. فهي فعلا بشكر قائمين عليها معالي الوزير والهيئه الهندسيه والقطاع الاستثماري في الاستاد وفي الجهات كلها والوزارات كلها المعنيه بهذا النجاح. الكابتن حسين لبيب طبعا اسم كبير كمان مدير البطوله، فده حاجه مشرفه. بس المبنى كمبنى المجمع هيبقى مبهر زي ما كان مبنى الاستاد بتاع كره القدم كان مبهر في البطوله الافريقيه. يعني اللي راح المجمع الصالات ده من فتره بسيطه هيلاقي نفسه ان هو داخل دوله ثانيه خالص، دولة جوه دولة. طب ده حاجة مبشرة جدا. ان شاء الله. اتكلم بقى على خبرات حضرتك في كرة القدم هنا تحديدا برضه. والله هي دي يعني حلو السؤال ده لان مليان. كرة القدم هي لعبة بتجذب الناس من اول الشباب الصغير الناشئين، يعني دايما تلاقي الولاد الصغيرين دايما بيلعبوا كورة سواء في النادي في الشارع في مع اصحابهم مدرسة. لكن المميز فيهم ده محتاج كشافين بطريقه تقنيه عاليه شويه، وبيكون دايما القاعده هي القاعده الاكثر انتشارا والاكبر اللي هو يقدر الانديه الشعبيه تنتقي منهم بعض الولاد الصغيرين اللي عندهم مقومات ان هو يبقى لعيب كوره كويس. وبما ان حضرتك اثرت النقطه دي اصلها هي دي الاساس بتاع الرياضه في مصر او في اي دوله عايزه تنتهج فكره نجاح رياضي سواء الكوره او النشأ او البراعم. النشأ والبراعم هي الاساس، لكن بنلاحظ في الانديه الشعبيه اعداد كبيره جدا بتروح بالالاف بينتقي منهم خبراء وعندهم مكانات رياضيه وكبيره في كلهم في لعبته. لو اتكلمنا بكره القدم بالذات بتلاقي الافات دخلوا مثلا اللي اختاروهم ما يجيبوش 5% او 10% من الولاد، لان بيكون الطموح مش بس عند الولد، الولد لسه ما بقاش عنده طموح غير ان هو شايف انه بيلعب كويس، هو شايف انه بيلعب كويس او اهله شايفينه بيلعب كويس. وفي ناس اهالي كتير قوي حاسبينها غلط شويه، هو بيشوف ان ابنه ده احسن حاجه وهو لعيب جدا و غايب عنه ان هو ما عندوش مقاومات جسمانيه، ممكن يبقى تخين شويه مثلا جسمه مش مساعده في رياضه الكوره، ممكن ليه ما وجهوش للجودو؟ هو بيستبق الاحداث ان هو شايف ان الكوره لعبه شعبيه، الكوره لعبه كويسه ماديا، بعد كده في المستقبل بيشوف ان بقى كلهم غنايه وكلهم مشهورين وبتاع. فعايز دي النقطه دي هي اللي عامله شغل، يعني فكره ان بس هو مش حاسب بقى الناحيه الثانيه السلبيه على ابنه. يعني انا بس يعني بناشد اولياء الامور ان هو ما تزقوش في الكوره، كوره حلوه ولعبه شعبيه، لكن ممكن يبقى ابنك تالنتد في رياضه ثانيه، وبالتالي انت هتضره نفسيا لما يروح يختبر في الكوره ويلاقي نفسه ما اتاخدش وخسر والمدرب مش عايزه، فبيروح عنده احباط شويه ان هو مش رياضي، ممكن يبطل رياضه خالص رغم ان هو تالنتد مثلا في فولي في باسكت في سباحه. فبلاش يعني الاهالي تزق اولادهم قوي في الكوره طالما ما عندوش التالنت ده، او يحسسه ان من بدايه اول خطوه ان انت تروح تختبر ده مش نهايه الكون، انت ممكن تتاخد او لا، وممكن تفشل في كره القدم وتبقى ناجح جدا في كره اليد مثلا او في اي رياضه اخرى. من زاويه بس اولياء الامور اللي من الصنف اللي بنتكلم عليه تحديدا، فكره ان انتقال اللاعب الفلاني من النادي كذا الى نادي كذا بمش عارف كم مليون. بقول لحضرتك هي دي التغريفه، بيزق ابنه هو نفسه يختار طريق سهل قوي لابنه للشهره والفلوس ويبقى مليونير بعد كده، ومش واخد باله ان هو ممكن يضره بجد. زي ما بقول لحضرتك انت ممكن بتلاقي يعني بتلاقي الانديه الكبيره مثلا الاهلي زمالك اسماعيلي ام بي وات ايفر الافات بيروحوا وقت الاختبارات، وبعدين اللي بيختبرهم ناس عندهم كفاءات، اسماء كبيره جدا رنانه اعتزلت وبقت في القطاع الفني او القطاع الاداري، فعندهم خبره عندهم عين تقدر تشوفه ده تالنت في الكوره ولا لا، انت جايبه يختبر كوره وبالتالي بيقول له مثلا ينفع او لا، فهتلاقي الافات راحوا هياخد منهم 5%. الباقي دول كلهم بيروحوا عندهم احباط فعلا الاولاد الصغيرين والاهالي، وليه وده انا ابني احسن واحد في الدنيا يعني انت ممكن يكون احسن واحد في رياضه ثانيه يعني بس المفروض يبقى في وعي. الامور ما هو ما عندوش خبره رياضيه يعني الاب والام عمره ما مارسوا اللعبه دي، فانت ليه مفترض ان انت ابنك. طب حضرتك عضو مجلس اداره هنا صندوق التمويل الاهلي لرعايه النشأ، فخلينا نتكلم برضو عن الدور ده ازاي بقى ممكن ان هو يقدم حلول للنقاط اللي حضرتك بتتكلم عنها دي دلوقتي. هو دور صندوق التمويل الاهلي لرعايه النشء والشباب والرياضه هو اشمل شويه يمكن من مش بس كره القدم، هو يمكن اللي منوط بيه في بعض التمويلات للانديه المحتاجه دعم مادي ومراكز الشباب. احنا بنتكلم في 27 محافظه
ومحتاجة بنية تحتية أو تطوير البنية الحالية. تمام. وفي ساعات بيبقى تطوير الناس بتتلخبط فيه شوية، يا إما رأسي أو أفقي. رأسي إن أنت بتزود نجاحات أو مراكز شباب أو بتطور أساسا مراكز الشباب القائمة أو الأندية، دي حاجة. وده حاصل بتهيألي كان الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا. يعني صحيح. يمكن معالي الوزير بصراحة بيجري جري عدد كبير من مراكز يعني الشباب. أنا ما شفتش النجاحات يعني الموجودة دي دلوقتي قبل كده، وتحمسه يمكن على مدرسة القيادة السياسية إن احنا بقى في فصال في الوقت في كل حاجة. صح صح. يعني صح. الحاجة اللي عايز تاخد سنة لا يقول لك في ست أشهر لازم. أيوه صح. وبتتم بشكل جيد جدا. حاجة بجد مبهرة خلت الواحد ريتمه سريع جدا. صح. ودي حاجة الواحد بيتعلمها، ودي حاجة لازم الواحد يثقل فيها من الناس اللي سابقاه وخبرات والمسؤولين. ولما بتلاقي دعم سياسي ودعم تنفيذي بيشجعك أكتر، إن أنت مش مجرد إن أنت بتروح تحضر مجلس إدارة وتمشي زي منشآت كتيرة أو بعض المجالس. على ذكر الدعم يا أستاذ عمر، موارد الصندوق بتيجي منين؟ وهل الصندوق بشكل عام تمت حوكمته يعني اعلان ارباحه وميزانياته بشفافيه؟ هو مش صندوق قابل للربح والخساره، هو صندوق اساسا تبع الحكومه تبع وزاره الشباب والرياضه. يمكن يعني دعم قادم من الوزاره؟ لا مش من الوزاره، هو في جهات بتدعمه. يعني احنا عندنا قطاع من ضمن مدخلات صندوق التمويل الاهلي بعض نسب من وزاره الداخليه من الممثله في المخالفات السيارات، في من قطاع وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي نسب من مصاريف المدارس والجامعه، من وزاره الطيران المدني نسب في يعني في تكاتف من كذا جهه. خلينا هو اسمه اهلي، يعني هو الحكومه من الجيب اليمين للجيب الشمال بس تقدر اسمه اهلي. يعني صندوق دعم زي ما احنا بنقول بالظبط. هو دعم للاحتياجات معينه في قطاع الشباب والرياضه. مفهوم. لكن مش بيدعم من بعض الوزارات اللي هي كلها تحت امبريلا واحده اللي هي القطاع التنفيذي للدوله. تمام. طيب هو احنا اتكلمنا كده عن الاستاد. في نفس الوقت عايز في حته ان هو الصندوق التمويل الاهلي مش بس ياخد الفلوس يركنها في الحساب الجاري طالما ما فيش ليها استخدام، لا هو بيعيد استثمارها في بعض وجهات. يعني مثلا في مصنع النجيل الصناعي مثلا، ده حاجه دلوقتي بعد ما كان يشوب بعض القصور الاداري كان يعني على شفا حفره ان هو ممكن يكسب او لا، دكتور اشرف صبحي بصراحه بذل مجهود جامد جدا مع سيد وزير الانتاج الحربي، لان هو شراكه بين وزاره الشباب والرياضه والانتاج الحربي ومصر المقاصه. فدلوقتي اتقلب طفره او يعني هيبقى عاصمه النجيل الصناعي يمكن وده هيزود استثمارات وفلوس للصندوق تخليه بعد كده كمان يقدر يساهم في الهدف اللي هو منوط بيه. طب انا عايزه انتقل من الاستاد بقى اللي هنا حته المونديال، مونديال اليد 2021، وفكره برضو هنا لو هنتكلم عن وجود جماهير، هل ممكن يعني عشان نطمن برضو الناس هل ممكن نشهد جماهير؟ هي بنسب متفاوته، ما نقدرش نقول انها هتبقى طبعا بالكامل، كنا رغم ان احنا كنا يعني احنا اقوى لينا سلاح واقوى حاجه بتفيدنا الجمهور المصري ده بصراحه بيهز الجبع. احنا قبل كده سبق وقت ما كان في جمهور في اوائل في سنه اوائل التسعينات اعتقد لما خدنا بطوله العالم للهاندبول الجمهور هو اللي خدها. انا بقول يعني طبعا زق في اللعيبه طلع منهم طاقات كامنه جدا. فاتمنى انها تكون على الاقل بنسبه ملحوظه. وبعدين هو في ميزه الصاله المغطاه بتبقى مقفوله في الصوت برضه بيبقى اقوى من ملاعب الاستادات المفتوحه، ف هتحسي برحمه المشجع شويه. احنا ما عندناش ذره شك في انه ان شاء الله باذن الرحمن هيكون مونديال مبهر. احنا دوله كبيره وعندنا كيانات كبيره ومنشات كبيره وعندنا قدره كالعاده على استضافه احداث عالميه كما هو الحال في هذا المونديال. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في حلقه النهارده. انا سعيد بتواجدي مع حضراتكم وان انا انتمي للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي ده شرف لاي حد في استضافتك. نورتنا يا استاذ عمر، وبالتوفيق في الملف الخاص بالنشأه او البراعم زي ما حضرتك قلت، يعني ده الاساس ان هو ده المستقبل في اي رياضه، ما بنتكلمش كمان على كره القدم تحديدا، ده مستقبل الرياضات المختلفه في مصر، فده قطاع في غايه الاهميه، فان شاء الله يلاقي يعني الدعم المطلوب باذن الله.